دي البيطار شو بتقول على الهمه؟ الهمه ايش الهمه؟ الهمه كان صديقك ابو عقب رفع كله يقول يا ابني خالد الهمه. الهمه اخر هذه الهمه يعني التوفيق من الله عز وجل. صح، هي همه ما هي بهمتك انت ولا بهمتي انا، بهمه الله. فربنا قال عز وجل فما يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. عندما يشرح صدرك للاسلام هذه كل الهمه والمهمه. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. عمل ما يستطيع ان ينهض ويعمل ويفعل ويجتهد كله بامر الله عز وجل. همتكم ان شاء الله انتم ناس مبروكين، همتك طيبه انت ما شاء الله. يا رب يا رب استمر مستمر ان شاء الله بالهمه. ربنا يهمك في بالهمه الاخره. امين امين والله هذا احسن لك. همك هما واحدا، همك الله جل في علاه. من اصبح وهمه الله كفاه الله هم الدنيا وهم نفسه وهم الناس. ومن كان همه الدنيا لا يبالي الله به في اي اوديتها هلك. الله هو يصبح الصبح الواحد وهم الدنيا وبينام عن صلاة الفجر وبضيعها. وهذا حال كثير من الناس، كل يوم تجده تعبان ونهيان وقلبه. وصف هذا المشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حمار في النهار جيفة في الليل. الله أكبر. هذا حمار يعني زي ما بيقولوا المصريين. يلا فضل فضل يا شيخ، ربنا يغفر لكم ولوالديكم يا رب.